دي الحمد لله النهارده الحد، البورصه المصريه فتحت النهارده واغلقت على ارباح وصلت حوالي 57.6 مليار جنيه في اولى جلسات الاسبوع. وشاشه البورصه الحقيقه النهارده اخضرت، والحمد لله يعني الامور اللي كنا في بدايه الاسبوع الماضي كانت طارئه سواء في البورصات الامريكيه والستوك ماركتس الموجوده في العالم كله، والانهيار اللي احنا كنا خايفين يحصل ركود، لكنه كان تقريبا ما اعرفش ده بفعل فاعل بقى ولا فيروس، لكنه قعد يومين ثلاثة والموضوع اتظبط. طبعا البنك المركزي المصري وجه البنوك بتسهيل فتح حسابات للاجانب غير المقيمين، ده خبر مهم جدا بالمناسبه اللي اعلنه اللي اصدره البنك المركزي النهارده خلال تعليماته للبنوك بتسهيل فتح حسابات للعملاء الاجانب غير المقيمين. يا جماعه الناس راحت في حته تاني، العالم بره في حته تاني، فاتح حسابات ومراقبتها ومراجعتها وغيره. الدنيا لازم تسهل كتير جدا جدا، واعتقد ان تاتي متاخرا افضل من الا تاتي مطلقا. في نفس المسار الهيئه العامه للرقابه الماليه النهارده في مصر يعني اطلقت تدشين اول سوق لشهادات خفض الانبعاثات الكربونيه الطوعيه. ده حاجه مهمه جدا اهو. اللائحه التنفيذيه لقانون سوق راس المال رقم 95 سنة 92 شأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وقيام البورصة المصرية بإنشاء منصة للتداول وإنشاء لجنة الإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. يعني شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اللي هي الشهادات البيئية أصبحت أداة مالية، وأصبحت يعني يتم تداولها عبر منصات البورصة المصرية عموما.